تنبتنا لقيت اخواتي الصغيرين بيقولوا في حريقه، طلعنا بنبص لقينا امهم بتقول لنا العيال فوق، احنا ما نعرفش في حد فوق ولا ما نعرف، احنا مش عارفين. امهم كانت في الشارع، احنا ما نعرفش في حد فيهم فوق ولا مش فوق. المهم رحنا طلعنا كسرنا الباب، راحت النار هبت في وشنا، ما عرفناش نخش، احنا مش عارفين يعني كسرنا الباب، احنا عرفنا نكسر الباب بس 100% مش عارفين نخش. كل ما نيجي نخش النار ايه تزيد في وشنا، النار تزيد في وشنا، مش عارفين ايه نخش. حلو الكلام. رحنا دخلنا، وقف ثانيه بعد اذنك، رحنا احنا وقفنا. الساعة كام؟ الساعة 10؟ كانت الساعة 10 ونص 11. تمام. قعدنا في سكة ساعة عمالين نطفي فيها لحد ما المطافي جت. راحت المطافي جت عمالة تقول لك مفيش حد جوه، مفيش حد جوه. هم قالوا مفيش حد، احنا اقتنعنا ان مفيش حد خلاص. ببص لقينا طلعنا خمسة من فوق. خمسة من أكبرهم 13 سنة. أكبرهم 13 14 سنة، ما يحصلش إلا 14 سنة. طلعنا وجبناهم الحمد لله، وفي ثلاثة نطوا من فوق. بص أنا بص المسافة قد إيه اللي هم ينطوا منها أصلاً، يعني هم نطوا من هنا من الحتة دي للشارع، يعني مش عارفين يعملوا إيه. بس ما نطوش في الشارع، نطوا في منطقة المنزل. لا نطوا هنا في الشارع، الأولاد اللي نطوا من الشارع، بس أبوهم اللي هو نط من المسقط، هو صحيح ما يعرفش اللي في ولاده جوه ولا الكلام ده، ولو شاف ولاده أنا مش هسيب ولاده. هو راح نط، لقى الولع بتزيد راح نط، يعني مش هيموت نفسه. يعني انت كنت بتدلق الميه الولع بتزيد، كل ما نطلق ميه الولع تزيد. يعني احنا خلصنا حوالي 20 طفايه بس ما فيش حاجه برضو كانت نافعه، زاد يعني لولا العربيات الطفي، لولا المطافي. بس المطافي جت بعدها بساعه. يعني هي لو كانت المطافي قربت ما كانش حصل كل ده. يعني لو كانت المطافي قربت مثلا جت بعدها ب 10 دقايق بربع ساعه، طلعتوا يعني كل الاطفال؟ كلهم طلعوا، الخمس اطفال طلعوا، وفي ثلاثة اللي هم نطوا من فوق. بس يعني هو ده. طب قولي انت يعني دخلت؟ لا مش هقول لك انا دخلت، احنا ما عرفناش اللي احنا يعني كسرنا الباب. احنا قلنا اللي احنا هنخش، اول ما كسرنا الباب لقينا الشقة كلها بتولع. لقينا الشقة كلها بتولع. يعني الباب اتكسر، المفروض اللي احنا الصاله ما فيهاش حاجه، لا الصاله كلها مولعه والاوض كلها مولعه. حتى الشقه فوق يعني بسطوح، يعني بس ده بص ده هي وصلت للبيوت دي. بص كده لو انت عملت زوم هتشوف، بص الولعه مسكت في البلكونه اللي في وشها. تمام. فاهمني؟ مسكت في الولعه، يعني الولعه كانت بتمسك في البيوت اللي جنبها. بس تطلع ترند يعني يا ابني، استنى فاهم. بس احنا الحمد لله اللي في ثلاثة يا ربنا نجاهم، ثلاثة بابوهم وامهم وخمسة. تمام ماشي. طب قول لي بعد ما عربية المطافي جت كان في ايه تاني؟ يعني كان في حد؟ هما كانت اصلا الولاد جوه قبل ما المطافي تيجي، كانت الولاد جوه. حتى اما المطافي جت كانت الولاد جوه. المطافي لو كانت اتاخرت خمس دقايق كمان كانوا ساحوا. بس يعني ما كانش في فعلا طفل كان بيدوروا عليه؟ لا احنا كنا بندور عليهم جوه، احنا مش شايفينهم تحت الدواليب وتحت السراير. يعني الدولاب قد كده، الدولاب ساح. الدولاب ما بقاش في دولاب، يعني انت بتشوف الدولاب كبير. لا ما فيش دولاب، الدولاب قد كده. هم هيتم دفنهم النهارده. دلوقتي هم بيتغسلوا، لسه جاي من المستشفى دلوقتي هم بيتغسلوا. هم هيدفنوا فين؟ هيدفنوا في حد هيدفن في الوراق، والتانيين بقى اللي هم مين هيدفن في بركه السبع؟ لا ما فيش حد في بركه السبع، في كفر شكر. كفر شكر بقى ثلاثه. بس هم ثلاثه بس.